من بعد ما ساليت قلم قري استعملت هاد القلم هذا تو من ميني سوق النم، غنستعمل هاد الماسكارا هادي ديال إيسونس الشهيرة. وي وصاحبتي جاية خالتي رجا الزنقة. صباح الخير يا صباح الخير على الحلوين يا صباح الخير. الصوت ما كاينش، صوتي اخوتي مزغب، ما عنديش صوت ديال الغنى. المهم صباح الخير البنات. اول حاجه غنبداو بها الفيديو ديال اليوم هو هذا الصباح. يلاه فقت اختكم ضاربه مع هذا الصابون باقي جديد، هذا ديال نيتوايون ديال الوجه ديال فيتامين سي، هو اللي غادي نبدا به وغنغسل به هاد الكميره اللي كتبان لكم. غادي نيتواي وجهي مزيان وغندوزو باش تشوفوني شنو غندير لوجي. غادي نغسلو بهاد الماكينه هادي اللي دايره على شكل لاباغاي بحال شكل ديال فوريو، ولكن هي ماشي فوريو، هادي اختي صغير من اسواق السلام ديال الدراويش، اختي ديال الدراويش. غنطبق شويه ديال الماء على وجهي ومن بعد غادي ندير هاديك لا ماشين باش غادي نماسي بها وجهي مزيان وعاد غنغسلو. وهانتوما معايا اليوم لا فيديو ديال اليوم، غنشارك معاكم فيها روتيني اليومي للنهار كامل من الصباح حتى العشيه. المهم انا غنشارك معكم كلشي بالمشتريات ديال هذا النهار، شنو درت شنو وصلني شنو غندير ما نعرف. المهم كلشي في هذا لا فيديو هذه، خليكم مع لا فيديو. واذا كنتو جداد على القناه ما تنساوش انكم اول هذا لا فيديو هذه تضغطوا على زر سبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وديروا الكل باش يوصلكم كل جديد. والا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تخليو ليا لايك. واذا بغيتوا تقولوا لي شي حاجه اولا بغيتوا تقولوا تقترحوا عليا الفيديو الجاي شنو غيكون فيه اولا شنو بغيتوا تسولوا، خليو لي في الكومنتير. ونهاركم مبروك احبابي، تهلاو ليا فراسكم، بيزو كبيره لكم، باي. خليكم على الفيديو. هادشي كله من بعد ما جمعت شعري ودرت لوجهي هذاك الوجه ديال الالوي فيرا، الصراحه تعجبني بزاف. شوفوا اختكم انا ملي كنتعصب كيبدا يبان ليا النمش في وجهي، كيخرج لي دوك النميشات ما كنحملهمش الصراحه. دابا غادي نمشي نجمع الدار، جمعها خفيفه الصراحه الدار مجموعه، غنمشي نشوف غير الدريسينغ نقاد فيه شي حويجات. ووصلتني واحد الكادو ديال عادل ديال عيد الحب، صراحه المهم بزاف تفريني، كنحمج تفريني بقى هكا كنبقى نمشي. وصلني الكادو ديال عادل ديال عيد الحب، يلا وصلني البارح، مرايا وجوج ديال لي زيطاجير ديال هاد الشنب في البلون. غادي نشاركهم معكم ان شاء الله حيت غنبدل كلشي كاع داكشي اللي في التريسينغ. اول حاجه غادي نقدم معكم غادي نبدا بيت النعاس. البيت النعاس ديالي راه قرب يوجد ان شاء الله جديد، غنوجد معكم كلشي. اول حاجه غيتصبغ البيت وغادي نوجد معكم كلشي 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 كاع داكشي اللي غادي نوجد بالنسبه لبيت النعاس، كلشي غيكون جديد ان شاء الله. وبالنسبه للتريسينغ يلا هذاك الكادو ديال عادل هو اللي عطاني واحد الفكره الصراحه باش غادي نصايب بلاكار ديال الخشب بالنسبه للتريسينغ. و
وغادي ندير هذوك لي زيتاجيغ المرايه ديالهم وغادي نكوموندي السيد عاوتاني باش يصوب لي، حيت كلشي الصراحه كنصايبو على اليد زعما في الصاله، ما كنبغيش نشري داكشي طالع من ايكيا ولا شي حاجه، كيعجبني نصاوب الحاجه على ذوقي انا، كناخذ الموديل اللي بغيت كنوريه للسيد وكيصايبو ليا، والمشكله كيقول لي ما تركينيش في الوقت، يعني عطيني الوقت وسيري وغتلقاي الحاجه موجوده ان شاء الله زوينه. بالنسبه لكوفوز الماكياج تاعو ان شاء الله غنشارككم معكم، ونشارك معكم لي ديتاي اللي اختاريت باش يداروا في بيت النعاس وفي البلاكار دريسينغ وفي الكوافوز. المهم اون جينيرال نشارك معكم كلشي لي ستيس كيفاش غادي نقاد داكشي، والخشب باش نقادو، الاثمنه وكلشي ان شاء الله يا ربي. المهم دابا غادي نمشي نجمع الدريسينغ، غير شي حاجه شي تخربيقات هكا صغيورين ديال الماكياج هذا، وغادي نحط بيجامتي ونحط البارفان اللي غندير، وغادي نحط لي كريم اللي غادي نحتاج من ورا الدوش، وصافي كنظن وغادي نبخر الدار واحد التبخيره يعني صغيوره، ومن بعد غادي نشوف الارض، عندي الارض النسخه ديال الدار، وانا ساليت اليوم داكشي اللي عندي، وغادي نوجدوا ديغيزمون ولا الحوايج اللي غادي نصوروا بهم ان شاء الله اليوم التيك توك، اليوم عندي التصوير ديال التيك توك ضروري ومؤكد، خليكم معايا. المهم دوزوا معايا الصباح ديالي كيف ما كيدوز عاده، بيد ما نتفيق سيليا وتشوفوا لا روتين ديالها حتى هي، راه واحد البيت عندها هكا كيدير مرون، عاد نجمعوه اختكم. المهم شوفوا لي سير نرا ما نعست حتى الاربعة ونص ديال الصباح عاد نعس وفايقه دابا، دابا شحال في الساعه دابا كنهضر معكم انا، راه 8 ونص الصباح، يعني انا حتى 4 ونص وفايقه مع 8 ونص، واو. خليكم معايا حتى كنت غنبدا نشقى، وانا نقول علاش لي ما نشاركش معكم المشتريات ديال عادي اللي انا البارح خدا لنا هادو، حيت اللي خرحتي خدا لنا هاد انا وسيليا، هاد السبرديله ديال جوردان ولا ما عرفت سميتها، المهم ماد ان فيتنام، المهم زوينه عجباتني الصراحه، شوفوا الطبله راه ما ممسوحاش ما ديوش عليها. حتى نسالي دابا من التصوير عاد نمسح ونقاد داكشي اللي خاصو يتقاد. المهم هادي ديالي وهادي ديال سيليا تقريبا بحال بحال، المهم ديالي ديال سيليا بحال بحال، وعاوتاني هادي ديال سيليا خدالها فيها فولة ولا فروزن، فروزن حتى هي ايوا صافي. معاهم المشتريات ديال اليوم البنات، خديت هاد البارفان هادي ديال الدراري ديال الرجال تعجبني الصراحه، لي بارفان ديال الرجال تيحمقوني، هادي فيها جوج، هادي ديال البنات حتى هي سويت غوز حتى هي فيها جوج، تي غزاله كتحمق اليغونس وما ادراك ما اليغونس، كتحمقني هاد البارفان كتكال. هنا اوليفيا حتى هي، انا شوفوا راه دوك لي بارفان اللي خديت ديك المره راه ماشي ساهله ولا شي حاجه، اليغونس وي ساليتها انا، ولكن بالنسبه للاخرين راه تيجي عندي شي حد ضروري نعطيه شي حاجه في يديه، ما كنقدرش يجي عندي شي حد وما نعطيه والو. هنا خديت فغاواي وخديت هادي تروفي، هادي ديال الولاد وهادي ديال البنات، استغفر الله، هاد ديودورون ديال التوت غزاله هي ديودورون ديال الولاد، خديت هاد لي دو فيرني هادو ديال التفاين، خديت هاد بيوتي بلاندر، وخديت هاد جيل ديال بانيو ديال جيل دوش، خديت هاد ستيك هذا الصراحه كنت بغيت ديال الخيار وما لقيتوش، يعني الخضر ما لقيتوش، خديت هاد سيروم ديال الشعر ما عرفتش الصراحه فايت استعملته وعجبني، ولكن الاخر الكحل اللي عندي حاليا هو اللي عجبني وما لقيتوش، خديت هذا ديال فيتامين سي وفيه الهايلورونيك اسيد، خديت هادو الصراحه باقيين عندي ولكن خديتهم حدي مشيت يعني اولا تقديت صافي، هذا ديال خديته فيه البلو بيري وفيه ستروبيري، وعندي هذا حتى هو ديال الليمون، هادو المهم هادو دي غوماج بجوج، وخديت هاد بونبون سيليا صراحه حتى هي قالت لك تشوفني كندير لي بارفان كتبغي دير بارفان وما كنبغيش ندير ليها من ديالي انا، ديجا عندها وحده، وهاد الصينيه هادي ولا ما عرفتش شنو تسميوها هادي، يلاه جابها لي عادي البارح من بيم، كانت البارح الجمعه في بيم، وغادي نقاد فيها لي بارفان. خديت هادو العادل بالمناسبه ديال سان فالنتين، داكشي علاش خديت لي هادو بجوج، هادي كتحمق وهادي كتحمق، باقا عندها التروفي هادي هي، ولكن خديت له وحده اخرى حيت كتعجبو، شوفوا الطبله راه ما ممسوحاش قبلوا عليا. المهم غادي نحل دابا هادو كاملين وغنديرهم في هذيك الصينيه وانتم معايا.
تاخرت الدار من بخره كنت هزا بقا صغرى اي كنت هزا بهاد الكلينيكس وسيقت. انتما كتشوفوا الارض راه مقيقيه. المهم انا باقا تنسيق الدروج راه فين وصلت وصلت تمايا كملت كريطة ونعاودو نتلاقاو. المهم اختارينا التونية ولا البيجامة دابا غادي نختارو البارفان. المهم واش إليغونس واش الحب الحب هادي الحب واش فراولة واش أوليفيا واش أي لاف يو منعرف هادو ديال لوكوغ لكن مغنديرهمش دابا. المهم بيودغو غنستعمل هادي بالنسبة لوكوغ غندير هادي ديال كيس دي فيربريون. بالنسبة للبارفان ما عرفتش الوغ غنستعملو اليوم غنستعملو غير فراولة. يلا هادي ايوا هنايا غادي نحطهم كاملين. ليفرو ديال ماروك شيرت جا عندي وعيط ليا. دابا غادي شعري غادي غير ندهنو ما غاديش نكمل ليه كنشاف ندهنو بهاد السيروم هذا ونعطو نجيبو لا كوموند بلوتو ماشي كوموند مي زعما نعطو نشوفو داكشي لي جابلنا ليفرو. غنحاول ندهن شعري في حركة نقسم غندهن الأطراف ديالو مهم. اسهل حاجه عندي دابا غنديرها هي انني غنجمع شعري باش نمشي نقد الموقف بعدا ناخذ لك داكشي اللي جاب ليا ليفرول وديك الساعه نجي نكمل نصايب شعري بروشين ونيت نخليه ينشف شويه على خاطرو حيت واخا كنشفو انا بالسوشوار ما كنبغيش نصايبو سوغ بلاص. شعري من النوع ديال الشعر اللي صعيب ينشف زغبه غليظه بغا ندير هادي نصايب بها نحاول نمر بحال هكا عندي فرق. المهم بالنسبة لوجهي غادي نقدر ندير مكياج صون مكياج يعني إكخون تانتي غنشارك معكم كلشي ثاني غنجي. المهم أنا جبت زعما لا تخوص المكياج ماشي شي مكياج مكياج. اول حاجه غادي ندير هاد كوفر كوكو كنستعملها كمرطب لوجهي حيت الصراحه هي ماشي تانتي كثر ما كتغطيش كثر من القياس زعما ما كتغطيش بزاف على قد الحال. غادي نستعملها هي الاولى كنديرها بحال كريم ايضاطو حيت ديجا عندي غنصور التيك توك كيف ما قلت لكم داكشي علاش غندير مكياج مع لوكو كنت صغير في الدار ماما حتى ملي كنكون زعما خارجه هكا نتسخن شحال ما كنديرش مكياج حتى كتكون شي حاجه نيت عاد كندير مكياج مورا غنستعمل فوتو وايت درا اكرون تانتي تايو تانتي كلير ديال فوتو وايت فيها 50 بلس هادو كلهم كنابليكيهم غير بيدي دابا غادي نستعمل الحب هادي ديال كولاجين تاهي 50 اكرون تانتي تاهي هادي هي اللي كتحمقني انا نقدر ندير غير هادي بوحديتها كافيه وموفيه كنضم لي بلا وصل انا باقا وحده ماوشي غنحاول نابليكيها هاد البيوتي بلاندر هكا
لكم. الحاجه اللي غندير موراها هي هذه ديال فيتمي اكران فون دو تو، كندير منها شويه حيت هي اللون ديالها مغلق ما كيجينيش مع لابو ديالي، مي حيت كنكون دايره الاخرى كتفتح اللون ديالها. كيف ما قلت لكم غير حيت غنصور، اما انا راه ما كنديرش هادشي كله، حتي كندير هادي ديال الكولاجين وكنخرج. خلا هادي اللي كرون ديال البوشة دابا من بعد غادي ندوز الحجبان ديالي، غادي نحاول نطراسيهم، ناخد شيتا فحال هكا وكناخد هاد لوجيل هذا ديال ماعرفتش شناهي لامارك ادي اس ولا ماعرف شنو هي، باش كنطراسي حجباني صراحة كتعجبني وكتعطيني القياس ديال اللون اللي بغيت، بحال غير كنمشطهم وصافي. حيت هادي في الماغون، عندي الماغون عندي الكحل كنستعملها كنكحل بها عينيا من برا، ماشي اي لاينر مي كنكحل بها عينيا من برا. هانتوما بحال غير كنمشط وصافي، شي تخاصة جميت. غادي نصوب الاي لاي 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 لاينر، غنصوب اي لاينر بهذا الاي لاينر هذا اللي فيه دو فيه هنايا ديال الحيطان، هذا واقيلا من مينيسو حيت انا كناخدهم اغلبية من مينيسو، مينيسو ولا ميميسو بجوج بيهم بحال بحال. كنطراسي وعاد من بعد تنعمر وصافي بحال هكا باش كيجي سامبل. المشكل ديال العيون المبطنة صعيب الايلاينر ديالهم، حيت صونات عليا صاحبتي. المهم انا نكمل معكم، خديت هذا في النوار نفس لا مارك وخديت هاد الشيته هادي اللي كتجي بحال هكا. هانتوما راه كحلت هاد العين، هادي ما كنكحلش العين من الداخل كنكحلها من برا تحت الرموش، كنحاول الخط يكون رفيع ما يكونش باين، ما يكونش زعما غليظ باش يجي بحال مكحله العين من الداخل وكتبان العين كبيره. شوفوا كيفاش بحال هكا باش كيبانو ليا كتبان ليا كبيرة، ومن الداخل غادي نكحل بقلم كري. تيراشا تيعيط كاع الناس عرفوني، عيط لي كاع الناس عرفوني هضرت معاه. المهم دابا غادي ندير الفغاج وغندير من هاد الباليت، هادي ديال لا واش سميتها كاع عرفت نيود وقت شو سميتها شويه ديال الفراج، ماشي بزاف السر ديال الله. زعما بغيت نقول السر ديال الفراج واختي، السر ديال الفراج واختي ماشي ديال الله. هاكا وغادي نحدد الانف اختي، ناخذ واحد البانسو اللي كنحدد بها الانف، انف كنحدد الانف بهذا البانسو فين هي والطرصاي بك الله تقولي. المهم نحدد الانف غير بعدين ما لقيتش البانسو اخرى، كنحاول نرسم خط بالمارون العادي. باغا تصغريني فك هو اصلا كاع ما كاين هكا، كنحاول نمزيانش الخط حيت مازال غنستومبيه وصافي. دابا غادي نحاول نستومبيه غير صغير فحال هكا وانا سالت. من بعد هادشي كولو اختي كناخدو الهايلايتر، غناخد هاد الهايلايتر هادو
دلويلها ونديرو هنا في عظمة ديال الخد، عظمة ديال الخد. انا ما عنديش مع المكياج بزاف، ماشي ميك اب ارتست ولا شي حاجه، داكشي اللي كيبان لي غيجي معايا كنديرو في كماسي وانا بين عليه السلام. هنايا ندير في الارنبه ديال النيف ومن بعد غندير شويه هنا في الموستاج. اختي خمات الموستاج صراحه نوم، وانا المهم في الوسط ديال الوجه باش كيعطي واحد البغيون اختي. المهم غادي نجي غنطراسي الفم، ما كنديرش هادشي يوميا نهار هادشي غير حيت عندي التصويره ديال التيك توك. هانتوما عندي اقلام طوال، هذا مسكين قزيباني ما بغاش نلوحو وهو اللي خديتو نطاسيه. الحوان ديال الاكسانة باش يجيني الفم محدد. وي ناري هو اللي تشويني، واحد دقيقة خفني بالدروج نكملو خويتي نكملو. انا خد هاد العكر هذا مات المهم نشفى ديامات مع فقر الدم بالنسبه لي مغاجلي وقعت لي صافي. المهم هاد العكر هذا ما كنعكرش به، انما هي كنحط شويه شويه في كل بلاصه من بعد كنستومبي هكا. وانا ساليت اختي الميك اب، شتي اختي المكياج راه مكياج صم مكياج تحت الشعار هكذا خلاقيت. صافي غادي نفيكسي بالفيكساتور ديال الويفيرا ديال 99%. وي ماما هنا جايه سيريت. طيب وهذا مكان، هذا هو مكياجي باش نصور فيديوهات. اما اليومي ليكرون دانتي وبزاف سمعتي اختي فوت المكياج كتشيب. انا باقا نبقى صغيره، خليكم معايا نكملوا لا فيديو اليوم واحد شويه ونمشي دابا نشوف سيليا شنو خاصها. واحد شويه غادي نصاوب شعراتي حتى يجي ليفرو نسالي معاه، حيت ما فيا ما ندير لي بانس نبدا وفي الاخر نهبط عند ليفرو بلي بانس لا يمكن. اختي اول حاجه دابا غنمشي نصبغ دفيراتي، نختاروا اللون ديال الصباغه الدفيرات. غير نوصل عندي ليفرو ديال ماما، انا غنبدا عندو شكرا بزاف سمح لي بارك الله فيك. سليت كبير بزاف هي محيحة، ما بغات لا تنعس لا تلعب لا تاكل لا تضحك لا والو. ماما نجرب معكم هنا حلوة تاع الصحة بسم الله باش ماشي دير فرنسي ما عرفتي يبانو زوينين زعما تيبانو غير الفور لا فورم لي معرفت، حيت انا خديت فاطر اس ال بغيتها تكون زعما كبيره نفس الستيل اللي بغيت كبيره. ودي سيلي خديت لها 3 ans حيت 2 ans كتشافها. نعم ماما حبيبي نعم خديت لها 3 ans. يلا جات هي جا مفخخه. المهم نجرب معكم كيفاش تجي، واخا بانت لي كبيره بزاف حيت كنت باغا غير دوبل اكس ال، ومن بعد قلت علاش لي ما ناخذش الكاتخ نجرب. ناري كبيرة ما كاين زعما ستي ديالها تلبس بحال هكا مزيان، حيت انا بغيت تجي هابطة من التحت
باغا نلبسها مع كولون. جات غادا كتر من القياس. ماشي مشكل زين ستي ديالها فحالك. ماما ماوس وسيدي خديت لها ميني ماوس زوينة الصراحة. ديال سيليا المهم كاليتي ديالهم زوينة، التوب ديالهم زوين. ديجا انا واخدها من عندهم شحال من حاجة. هادي هي لاكارت الزيت ديالهم. ماكش حد دابا نصورها لكم ونخلي لكم لي زانفورماسيون في لاباغ دانفو وصافي. هادو انا بالنسبة ليا على قبل دوك السبرديلات اللي شفتو معايا قبيلتي صباح زعما على قبلهم انا خديت هادو. خليكم معايا البنات، انا راه البارح صورت معكم داك لا فيديو وصلت ديك 12 صافي. درت مشكل انني عندي حساسيه. لطيفه كتبان اختي في الشاشه ديال الشرجم. المهم عندي حساسيه انا من الحوت المعلب وخصوصا من الاسقمري اولا الكبيله، ومشيت خديت حوت معلب ما قدرتش البارح نطيب زعما الغدا. قلت صافي انا ناخذ هذاك حوت معلب ناكلو. كليتو اختكم ولات حالتها عندي حساسيه منو كيصيفطني انا كيصيفطني كوما. مي الحمد لله البارح بعدا ربي لطف وديجا كانت عندي الكينه الحساسيه خديتها ودارت لي الناس صافي. ما بقيتش صورت معكم البارح راه نتوما دابا كتشوفوا راه لا غدا ليه اليوم. وغنكمل معكم التصوير، غنصور معكم غير واحد ماشي الصراحه مشتريات ديالي ولكن الكادو ديال عادل ديال عيد الحب زمان يا اختي. جاب لي كادو ساعه ما وصلش في وقت عيد الحب، عاد وصل لي يوم الصراحه هو دالي عشاء رومانسي سيربريز وداكشي. وصل حيت كومونده معطل داكشي علاش انا نقلب الكاميرا باش غنشارك معكم الكادو. كيف ما قلت لكم انا راه ديجا كنوجد البيت نعاس جديد والدريسينغ جديد. الوغ بديت بهذا الكادو ديال عادل. خليكم معايا ديال عادل هو هذا لاغموار اللي كيجي بحال هكا. عادل هو هاد الميغوار هادي اللي كتجي فحال هكا معها جوج ديال لي زيطاجيغ ديالها فيهم لي زيطاجيغ فحال هكا. غنوريكم فوق ديالهم كيجيو على هاد الشكل هذا فيهم 1 2 3 4 5. المهم فيهم خمسة ديال الطبقات. غادي نحيد ليها هاد السلوفان هذا. هادو الشركة ديالهم في الناظور وكيصيفطو لجميع المدن وكيجيبهم ليك الليفرور حتى للدار. انا الصراحه جابهم العادل البلاصه ديال الخدمه ديالو، عاد عادل جابهم لي هنايا للدار وجابهم البارح وما قدرش نصور لكم. ها نتوما كيفاش دايره، مازال غتنيطوي مزيان غنسحب الاجاكس وغتنيطوي مزيان وغادي نقاد في الدريسين كيف ما قلت لكم. راه باغا نعاود كلشي 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 وصافي. هذا ما كان، هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنقول لكم نهاركم مبروك وتهلاو ليا فراسكم. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب الا كنتو جداد على القناه واول مره كتشوفوا هذه الكاميرا هذه. تابوناو في القناه وتخليوا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم بالنسبه لانواع ديال لي فيديو الاخرى. كتقول لكم ديروا لايك بالنسبه لانواع الفيديو اللي بغيتو. اي حاجه سولوني عليها في لي كومونتير وغنجاوبكم في فيديو. وتهلاو ليا فراسكم ونهاركم مبروك. بيزو كبيره لكم، باي.